شخص شجاع جدا قتل 100 من الفرس مبارزة فقط، ما بالك بباقي المعارك؟ هذا الكلام ذكره المؤرخون في هذا الشخص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعلنا الله من أهل الجنة. قصتنا اليوم مع شخص شجاع جدا، ما تتخيل شجاعته أبدا، رجل ما تشوفه إلا في أفلام الهوليود. قصتنا مليانة قوة وصبر وتوكل. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب وبعد المعارك التي شنها ضد الفرس، وصلت الإمبراطورية الفارسية لأضعف حالها، فقرر الفرس أن يعقدوا صلح بينهم وبين المسلمين بمقابل أن يدفعوا للمسلمين الجزية في ذلك الوقت. فأراد الهرمزان قائد الفرس أن ينقض هذا العقد في السنة 16 للهجرة، وكان أبو موسى الأشعري أمير على الكوفة، فأرسل عمر بن الخطاب لأبو موسى بأن يجهز جيش كبير لينضم مع جيش يأتي من البصرة. وكان في رسالة عمر رضي الله عنه وصية غريبة من عمر لأبي موسى، وهي أن يرسل مع الجيش شخص كان اسمه ميزة ابن ثور السدوسي. فجهز أبو موسى الجيش بنفسه ومعهم ميزة، وحضر جيش البصرة وانضم إليه جيش الكوفة، وانطلق الجيش نحو المكان الذي فيه الهرمزان، وأخذ جيش المسلمين ينتقل من منطقة لمنطقة فاتحا لها، والهرمزان يهرب من وجه المسلمين إلى أن وصل إلى مدينة اسمها تستر، هي منطقة عظيمة في ذلك الوقت. فدخل إليها الهرمزان وتحصن بها وأغلق أبوابها وخلى الجيش خارج المدينة. خلينا نتكلم شوي عن هذه المدينة كي تتصور المكان. قال عنها المؤرخون أنها من أجمل المدن على الإطلاق، مشهورة بطبيعتها الخلابة، وكان لها أسوار ضخمة وكانت مرتفعة، في منتصفها بحيرة، وللبحيرة أنفاق، وكل نفق يصل إلى نهر. مدينة عجيبة جدا، وبعد الأسوار محفور خندق عميق جدا، يعني الحماية كبيرة جدا من أي هجوم خارجي. حاسك مستهين بالأمر، والمحاربين مع الهرمزان أقوى المقاتلين في جيش الفرس. والسؤال، من سينتصر، الصحابة أو هؤلاء المقاتلين؟ خلينا نشوف.